اولا شكرا جزيلا لقناه الفجر اللي كتواكب جميع المعطيات اللي خاصه بالمدينه وبالمحيط ديالها وبجميع الاحداث. هذا كيشرف هذه القناه وكيشرف المشرفين عليها. الظاهره التي تعاني منها مدينه القنيطره مؤخرا هي ظاهره الغبار الاسود. هذه الظاهره اللي ما ظهرتش سنه 2020 ولا 2021، هذه ظهرت تقريبا نقدر نقول لك منذ 2011، وكجمعيه الغرب للمحافظه على البيئه واكبنا هذا المشكل منذ ولادته، وناضلنا وطالبنا بايقاف هذا الخطر الذي يهدد ويورق سكان مدينه القنيطره. الغريب في الامر ان هذه السنه هذه الظاهره خدات واحد الشكل واحد الاتساع كبير، واصبح الكل يتحدث عن ظاهره الغبار الاسود. احيانا ملي كتظهر شي ظاهره كتكون غير واحد الفئه معينه هي اللي كتكلم عليها، ولكن العجيب والغريب في ظاهره الغبار الاسود في مدينه القنيطره اصبح الكل يتحدث عن هذه الظاهره لان لها علاقه مباشره بالحياة اليومية للسكان. فجمعيات كثيرة ومجتمع مدني ومناضلين وحقوقيين كلهم وقفوا وثبتوا على هذاك الغبار، يعني بمسألة بسيطة كطلع السطح كتلقى السطح كله عامر بالغبار. إذا الناس ما بقاوش كيقدروا ينشروا الحوايج ديالهم، التصبين ما يحلوش النوافذ في السطح، معنى أن هناك أشياء غريبة تزعجهم. انا ما غنتكلمش على الجانب الصحي ونقول بان انها كتسبب في ازمه الاختناق وهذا، لان كاين دواوير الاختصاص، كاينين الاطباء اللي يمكن يعطيونا احصائيات ويقولوا لنا ها شنو المشكل. بالنسبه لجمعيه الغرب للمحافظه على البيئه منذ البدايه ونحن نناضل ضد هذه الظاهره، ونقدر نقول لك بان جمعيه الغرب للمحافظه على البيئه هي اول جمعيه طالبت بوضع الكمامه كاحتجاج على هذه الظاهره. وكنقول لك وضع الكمامه قبل ما تظهر هذه الكمامه ديال كورونا، يعني ان تقريبا في 2014 طالبنا سلوك حضاري. كنتخيل ان هذه الظاهره هذه كون دارت في اليابان او في شي دوله متقدمه كنا اعطاوها واحد البعد خطير. حنا قلنا لهم اسيادنا ما غنديروا لا وقفه احتجاجيه، ما غنغوتوش، غادي نديروا الكمامه. معناه المسؤولين الله يخليكم راحنا تضرينا من هذه الظاهره هذه، وكنطالبوا بوضع حد لها. من بين الاجراءات اللي دارت صحيح اقيمت اجتماعات على مستوى العماله، واقيمت اجتماعات على مستوى المندوبيه المكلفه بالبيئه في المدينه، وكنتيجه جاوا ثلاثه ديال مختبرات متنقله، جابوا مختبرات متنقله لهنا لمدينه القنيطره. كاين اللي حطوه في بيرامي، كاين اللي حطوه حدا المقاطعه الاولى، كاين اللي حطوه هنا في المدينه. ومن بعد ويعني علانيه وصراحه خرجوا لنا باحصائيات بان هواء مدينه القنيطره غير ملوث الى اخره. من بين المسائل الثانيه اللي تارت الانتباه ديال الناس وخلات ما غنقولكش الشكوك، وانما الناس ما عارفينش منين جاي هذا المصدر ديال هذا الغبار الاسود. في البدايه كانوا كيقولوا ربما بعض المعامل. شنو هي هذه المعامل؟ ملي كتقول ربما بعض المعامل، لا شي وحدين بقاو كيقول لك لا راه هذوك اللي كيحرقوا العجلات، اللي كيحرقوا البنوات، راه هما اللي تسببوا في هذا الظاهره. علاش؟ كيحرقوا حق العجلات باش ياخذوا ذاك السلك ولا ذاك النحاس اللي فيها. نحن لسنا اغبياء بان تنهي الدرجه هذه مالين البنوات. السلطه الوقت اللي بغات تحبس مالين الرمله ما يدوزوش في المدينه، ما كيدوزوش في المدينه. فبامكانها اي ظاهره كما بغى يكون نوعها يعني كتسبب في مشاكل السكان يمكن لها توقفها. هذه نقدر نقولها لكم بين قوسين، وانا كنتحمل المسؤوليه ديالها. الليله اللي طالبنا بذاك الاحتجاج استدعيت من طرف السلطه المحليه، وقال لي المسؤول بان راه عرفتوا المشكل ديال هذا الغبار الاسود شنو هو، راه هو الوقت اللي كتكون لاعب الريال والبارسا وكيكون الناس كلهم في القهاوي، دوك مالين العجلات كينوضوا كيحرقوا
شوفوا هذا انا كنتحمل مسؤوليته لان انا اللي سمعت هذا الكلام من طرف مسؤول، ولكن كجمعيه عندنا ملفات جاهزه كيفاش طالبنا وكيفاش نظمنا وكيفاش وكيفاش الى اخره. اليوم جمعيات عديده تنادي وكتطالب بايقاف هذه الظاهره. انا غادي نمشي لك واحد الشق اخر، انا غادي ناخذ المقاربه ديال الاستثمار. ف باش ما نخبيو حتى حاجه، المصدر ديال الغبار الاسود هو محطه توليد الطاقه الحراريه اللي مسميها هنا في القنيطره بوزين الطلياني. ما كاينش لي فلتر، الفيول المستعمل رديء، ما كيحترموش المعايير الدوليه، لان باش تنتج الطاقه الحراريه مزيان نحن مع الانتاج ونحن مع هذا التصدير ونحن مع، ولكن رأفة بالسكان. منين قلت لك انا غناخذها من مقاربه الاستثمار، شنو كنقصد بها؟ راه واحد المجموعه ديال المعامل اللي حدا داك حدا هذا المولد الحراري اغلقت. غادي نعطيك مثال، وزين ديال الفريز ضرر من داك الحموم، منين كيجيو يديروا التلفيف ديال داك توت الارض كيلقوه عامر بالحموم، السيد سد ومشى للعريش. وزين ديال التلفيف ديال الارز ما قدرش يدير حتى خطوه، لان كاين وزين اخر اللي بغى يحاول انه يستقر تما ديال تلفيف السمك، ما يمكنش. اذا الا كنا بغينا حنا نديروا الاستثمار والقنيطره كقاطره للاستثمار في جهه الغرب، عفوا في جهه الرباط سلا القنيطره، ف خصنا نهيئوا لها الظروف. اشنا هي هاد الظروف؟ اول الظروف ان اي واحد كيجي كيشوف داك الغبار الاسود كيهرب. ايوا حنا سيدي راه بغينا كنعانيو من البطاله، بغينا نديرو معامل، بغينا نديرو بنيه تحتيه، بغينا نديرو كل ما يتعلق بالاستثمار وكل ما يمكن يدفع بالمدينه للامام، وطبعا بغينا واحد التربيه بيئيه سليمه، واكثر من هذا بغينا بيئه سليمه يعيشوا فيها القنيطريين بكل ارتياح. شكرا على هذا السؤال، وفي الحقيقه سؤال في محله. غير بغيت نقول لك واحد المساله، تخيل ان عندك غير دار منزل ما فيهش الات ما فيهش تجهيزات وخليتيه واحد المده معينه، اذا لابد انك غادي ترمو، لابد انك غادي تصلحو، غادي يبانو شقوق. فبالاحرى معمل لا يحترم اش غادي نقولوا لا نورم ديال المعايير، يعني ما كيحترمش المعايير الدوليه ديال وجود او انتاج طاقه حراريه خطيره. بالاضافه للشقوق اللي ذكرتي، غادي نرجع انا للمصفات. احيانا في البدايه ما كانوش كيديروا المصفات، وكانوا خمسه كانوا كيخدموا اربعه، دونك الضغط غادي يوقع على دوك الربعه، اذا داك التلوث غادي يكون خطير. من بعد منين ناضوا جمعيات اخرى وناضوا حقوقيين كما قلت لك، بينوا كما ديك القضيه ديال الكاميرا شاعله، ناضوا شطبوا واحد شويه وبينوا هذا وقالوا بان صافي راه ما غيبقاش المشكل، وواحد الوقت حبسوا وتعوض هذا الشيء، مشى للمحمديه لان تقريبا نفس المحطه كاينه في مدينه المحمديه. ثم القضيه اللي قلتي اللي خطيره وهي قضيه الفيول. الفيول يستعمل وهو من النوع الرديء، وهو اللي كيتسبب في واحد التلوث خطير. وكما قلت لك انا ما بغيتش ندخل في الجانب الصحي باش نقول لك بان كيتسبب في الحساسيه ولا كيتسبب في هذا. انا كنطلب هنا كما قلتي قضيه المثقفين، كنطلب من الناس اللي عندهم اختصاص، ذوي الاختصاص في المجال الصحي يفيدونا. داكوغ. بالنسبه لقضيه المثقفين، هذه ظاهره ما كتهمش المثقفين بوحدهم، هذه ظاهره كتهم المواطن القنيطري، كان كبير ولا صغير، قاري ولا ما قاريش، كيدير حموم فوق السطح ديال دارو. قضيه المثقفين شكون اللي خصو ياخذ البادره؟ المجلس البلدي. المجالس البلديه اللي صوتنا عليهم باش يدافعوا علينا، وعلى الاقل وغير يستقبلونا.
درنا طلبات للاستقبال باش نناقشوا ونعطيو المعطيات ونعطيو المقاربات ديالنا، وحنا يد في يد المجتمع المدني الان يتحرك تحركا ايجابيا. راه ما بقاش داك المجتمع المدني اللي ضد ولا غادي ندير العصا في الرويضه. لا سيدي، هذه ظاهره راه ولادك انت اللي في المجلس البلدي ولا ايها المسؤول راه حتى هما غيستنشقوا هذا الغبار هذا. اذا واش ما يمكن ليناش كلنا نديروا اليد في اليد ونديروا شي حاجه ايجابيه لهذه المدينه؟ اذا بالنسبه لي انا قضيه الشقوق هذه غادي تكون مساله عاديه. عندك معمل كيما بغى يكون النوع ديالو لابد واحد السنه كترمام وكتعاود تصلاح وكت الى دوك التجهيزات قدامو كتحيدهم وكتجيب تجهيزات جديده. وكما قلت لك خصك تحترم المعايير. دابا هنا المشكله ديالنا ما كنحترموش المعايير نهائيا. ما اش غادي نقول لك، الهدف الربح، ندخلوا الفلوس واخا على حساب المواطن. كنا نضيف واحد القضية بأن كجمعية مهتمة بالمجال البيئي راسلنا المسؤولين على جميع المستويات، وأكثر من هذا طلبنا لقاء مع رئيس المجلس البلدي السابق بصفته كان مكلفا بوزارة البيئة، ولكن ما وصلنا حتى لشي نتيجة. لأن كانت عندنا مواضيع متعددة من بينها الغبار الأسود اللي أصبح ظاهرة. دابا المشكل ماشي غير القنيطريين اللي ولاو كيهضروا على الغبار الأسود، ولا المغرب كله كيهضر على الغبار الأسود. كتلاقى شي واحد في شي مدينة كتقول له منين أنت؟ من القنيطرة. أمضرا شنو هو هذاك الغبار الأسود؟ معناها عوض ما غادي يقول لك أمضرا كيدير سبو، كيدير مهدية، كيدير لاكسي دي بوغابة، ولا الغبار الأسود غطى على كاع هاد الامورات اللي كانت الجميله اللي موجوده في هذه المدينه هذه.